الفرد عندما يحتك بالحياة أكثر فأكثر يبدو له هذا الضعف، يستشعر هذا الضعف، بالذات عندما واحد يدخل مرحلة الشيخوخة بعد يشعر بضعف مطلق. النكبات عندما تتوالى على الفرد، عندما يخذله القريب، واحد يشعر أنه أي ملجأ ما عند، مثل فد واحد أو تهوي به الريح في مكان سحيق. إحنا الآن مستندين إلى هذه الأرض، معتمدين عليها، نشعر أنه اللي يتكئ على الجدار يشعر أنه متكئ إلى الركن القوي في الآية الكريمة، أو آوي إلى ركن شديد. ولكن واحد دا ينهار من فوق، دا يسقط من فوق، هذا مو معلق بأي مكان في الهواء هالشكل. الإنسان بمرور الوقت يشعر أنه في الهواء هالشكل، أي سند ما إله، أي ملجأ ما إله، أي ركن ما إله. الآخرون لا يعلمون، صديقك ما يدري المشكلة اللي تعاني منها، تروح تقول له شوف صعب عليك، تشكو إلي مشكلة. فرضنا أنه ذهبت وشكوت إليه، لا يريد، لا يملك الإرادة، ما يريد يحل مشكلتك، عنده ثروة لكن ما يريد يعطيك من هذه الثروة، توفر عنده العلم أولا والإرادة ثانيا، قدرة ما عنده، ما يقدر. هؤلاء الشيوخ أفرضوا أقرب المقربين إلهم يتمكنون يحلون مشكلتهم؟ لا، ما يتمكن. فواحد يشعر في كثير من الأحيان أنه أي ملجأ ما إله وأي سند ما إله. في المكتوب اللي يكتب للإمام الحجة صلوات الله عليه ويلقى في الماء الوالد رحمه الله، كاتب رقاع الحاجة للإمام الحجة، كاتبها في كتاب الدعاء والزيارة على ما أتذكر في ذلك الدعاء، ويخذل فيه القريب، القريب يخذلك. كان عندنا مسجونين في العراق، كان وضعهم خطر، فكنا نذهب نكتب هذه رقاع الحاجة للإمام الحجة صلوات الله عليه ونلقيها في البحر، لا في العراق طبعا، كنا في بلد آخر. وبعد ذلك بطريقة إعجازية الله سبحانه وتعالى نجى أولئك السجناء بعناية الإمام. طبعا كان هنالك مجموعة يقومون بهذا العمل. هنا كثير من الأحيان واحد يشعر بالإحباط، يشعر باليأس، هذا الشعور كلش خطير، واحد يشعر ملجأ ما إله. واحد اللي يشعر عنده ملجأ قوي قلبه بذلك الملجأ. أما إذا واحد شعر ملجأ ما عنده، هذه حالة خطيرة جدا وتؤثر على الروح أيما تأثير، وتؤثر على البدن أيما تأثير، تدمر الكيان. ولذلك الذين لا الله لهم، هؤلاء حقيقة عندهم هاي الحالة، أو تهوي به الريح في مكان سحيق هالشكل. انتو افرضوا واحد من السماء السابعة هالشكل دايوغا، هذا اي حالة الى ان يصل
إلى ذلك المكان الصحيح. ولكن هاي الأدعية الذي تصنعه، وهذه من معجزات هذه الأدعية، تشد قلبك بالقدرة المطلقة وبالرحمة المطلقة وبالعلم المطلق. وحد قلبك بالله سبحانه. أكو رواية عن الإمام زين العابدين صلوات الله عليه، طبعا مو مربوطة بما نحن فيه، نذكرها عرضا. يقول: لو مات كل من فوق الأرض أنا لا أستوحش ما دام معي القرآن كلام الله. يا نور المستوحشين في الظلم. الله هو النور. المؤمن في الظلام لا يستوحش لأن معه نور الله سبحانه وتعالى. في أحلك الظروف قلب المؤمن قوي. ليش؟ لأن يدري أنه هاي الأدعية تولد هذه الحالة وتعطي هذا الانطباع وتؤكد هذا الانطباع بصور مختلفة. أكو وراءك علم مطلق، الله يدري كل شيء. أي وقت تتمكن تلجأ إلى هذا الإله، ماكو وقت دون وقت، هذا بالأدعية موجود. الله ما يغلق بابه. رحمة مطلقة، قدرة مطلقة. واحد عندما يشعر أنه مستند إلى هذا الركن الشديد قلبه يكون قوي. على ما أتذكر، لأن القضية بعيدة الآن، المقدار اللي يخطر في بالي ظاهرا، نقل لي أحد الأفراد المطلعين عن العم الشهيد رحمه الله، قال 3 أيام كانوا معلقين من رجل بالمروحة. يعني مقلوبة. إذا واحد يعلق 10 دقائق بالمروحة من رجل، هذا ينهار. التعذيب ما يمكن واحد يتحمل. تعذيب، خبراء التعذيب. 3 أيام كان معلق، هذا واحد من 40 نوع من أنواع التعذيب عذبوه. كثير عذبوه طبعا في العرب، كانوا يريدون منا اعترافات ضد العلماء وغيرهم، اعترافات كاذبة. يقول بعد 3 أيام مر عليه واحد من هؤلاء المعذبين، قال: فلان شلون تصبر؟ شلون يمكن واحد يصبر ويا هذا الوضع؟ ما الذي يصبرك؟ فقال العم: الإيمان بالله. إيمان قدرة مهمة. واحد عندما قلبه يكون معلق بهذه القدرة يكون قوية. أي واحد بعد قلبه ما يكون معلق.